الصندوق جدول طيب جدول اه ماشي ما احنا النهارده مش معاكم خريطه لا معانا خريطه طيب ماشي عشان نشتغل بيها النهارده طيب سريعا كده نراجع اللي احنا قلناه المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن طريقه لتحسين كفاءه دوره جرانت صح اللي هي طريقه ايه ريجينريشن صح كنا بنستخدم اول نوع من الريجينريشن اللي هو باستخدام الاوبن فيد فور هيت صح ده كنا قلنا بيحصل فيه ايه بالظبط انت بتاخد شويه تاخد شويه كده من البخار السخن للتوربينا بعد ما حصل له اكسبانشن لدرجه معينه تمام بتروح واخد ومشيه في ايه المبادل الحراري كده بيحصل خلط مباشر ما بين السخون اللي انت خدته ده وما بين مين وما بين ميه التغذيه اللي انت عايز توديها للبويل فبالتالي انت بتبقى اختصرت جزء من الطاقه الحراريه اللي انت محتاجها في الغلايه صح كده وقلنا بنقسم الدوره دي ازاي من نقطه واحد اللي هي مخرج الكوندنسر ساتيوريت الليكويد عند ضغط مين كوندنسر وبعد كده بتضغط لضغط مين ريجينريشن او الكوبن فيد ووتر هيتر لحد نقطه 2 صح كده تمام ثلاثه دي كانت ايه ايه خصائصها ان انا بعمل ساتيوريت الليكويد عند ضغط مين ريجينريشن صح وبالتالي انت هتسخن نقطه 2 لحد ما توصل لايه لنقطة ايه 3 تمام كده وبعدين 3 دي هتضغطها لضغط ايه البويلر في البويلر بقى انت المفروض هتسخن من 4 من 5 كده ونقول ان 5 دي مثلا السوبر هيت هنا خلاص 5 هيحصل لها اكسبانشن ل 6 و 7 زي ما انت شايف تمام وكانت 6 دي هي اللي انا بستخدمها اصلا في تسخين مين ترجع لثلاثة. تسخين اثنين صح؟ فبالتالي ستة لازم تكون متوصلة لثلاثة. لثلاثة. يعني اثنين وثلاثة وستة على نفس الخط. اثنين دي سخنة بقت ثلاثة وستة دي بردت بقت ثلاثة. اجتمعوا مع بعض. كنا بنقول إن إحنا بنسحب النسبة اللي إحنا بنسحبها دي اسمها واي. صح كده؟ فيتفضل لك الناحية الثانية واحد ناقص واي من الكتلة. فالإكسبانشن هيحصل على جزئين. جزء بال A بالكتلة كلها واحد وجزء تاني واحد ناقص تمام كده؟ طيب نيجي بقى للنوع التاني من الريجنريشن. انت في النوع الاول اللي هو الاوبن فيد ووتر هيتر ده انت كنت بتخلط الاستيم اللي انت واخده من المايه بتاعت تغذيه خلط مباشر. حلو؟ طب افرض احنا مش عايزين نخلطهم خلط مباشر، عايزين ايه ده يبقى ماشي في مسار ده يبقى ماشي في مسار تاني، ده في مواسيره وده في مواسيره، الاثنين عند ضغطين ايه مختلفين. الحاله دي هتضطر تستخدم اللي احنا بنسميه كلوزد فيد ووتر هيتر. كلوزد فيد ووتر هيتر. ايه اللي بيحصل بقى في الكلوزد؟ هي نفس النسبه بالظبط اللي انت هتاخدها اللي اسمها واي عادي جدا. بس ايه بقى مش هندخلها خلط مباشر مع ميه التغذيه. لا ده انت هتمشي الستيم ده بره مواسير خلاص؟ يبقى انت عندك شويه مواسير كده نحاس ماشي فيها ميه التغذيه. وانت من بره هتعدي عليها الستيم ده. فايه اللي هيحصل للستيم؟ هيتكسر بالظبط فهينزل لك من تحت ايه كوندنسيت هنا يعني تحت كده في القعر بتاع البروس في دوتر هيتر هتلاقي فيه ايه ميه كوندنسيت ايه بقى خصائص الكوندنسيت ده؟ زي بالظبط الميه سخنه ما احنا يعني ايه خصائصها زي بالظبط الاوبن في دوتر هيتر اللي كان نازل منه ايه؟ ساتيوريتد ليكويد صح؟ هنا نفس الموضوع برضه النقطه 3 اللي نازله من الاوبن دي من الكلوزد قصدي تمام هي ايه برضه ساتيوريتد ليكويد عند ضغط مين بقى؟ عند ضغط ايه كلوزد ووتر هيتر اللي هو ضغط ريجنريشن ضغط متوسط يعني تمام كده؟ طب ميه التغذيه بقى اللي انت خدتها من الكوندنسر دي وعايز توصلها للبويلر المفروض ان انت هتضغطها من نقطه واحد لحد ضغط ايه؟ ضغط ايه بقى؟ ضغط الفيد ووتر هيتر ازاي؟ ما احنا قلنا ان هو اصلا دول عند ضغطين مختلفين ضغط الفيد ووتر هيتر هو ايه؟ ضغط ريجنريشن اللي هو الستيم اللي معدي من بره المواسير طب اللي جوه المواسير ده اكيد مش بنفس الضغط صح؟ ضغط اعلى ولا اقل؟ اعلى اعلى بقى اللي هو رايح فين؟ بص اي مواسير متوصله مع بعض هتشوف الماسوره هي متوصله هي بايه؟ ماشيه كده كده ماشيه داخله على البويلر يبقى ضغطها لازم يبقى ضغط ايه على البويلر تعالى كده بنرسم نرسم السايكل دي احنا عندنا كام ضغط مبدئيا؟ ضغط الكوندنسر وادي ضغط البويلر وادي الضغط المتوسط
المتوسط اللي انا بسحب عنده البخار تمام؟ هتبقى نقطة واحد دي عند الضغط تقول تنزل عادي زي ايه؟ اي سايكل. اثنين دي بقى انت هتضغطها لفين؟ بما ان الماسوره دي متوصله للبويلر يبقى انت هتضغطها لضغط البويلر تمام؟ خلاص؟ من اثنين بقى المفروض ان انت هتستخدم البخار عشان تسخنها توصل لخمسه. خلي بالك الخمسه دي هتبقى النقطه اللي هي عند نفس ضغط اثنين بس اسفل منها شويه اللي هو نفترض مثلا انها هنا. انا هقول لك اهو هقول لك تعرف درجه حرارتها منين. طب ثلاثه. ثلاثه. سنتيمتر ديتا عند ضغط. ريجنريشن صح؟ احنا قلنا انها هتنزل كوندنسيت فهتبقى سنتيمتر ديتا. حلو جدا. ثلاثه الضغط الاربعه اللي هو ضغط ايه؟ البويلر. ادي ايه ثلاثه اهي الضغط الاربعه ودي خمسه. حلو كده. طيب بص بقى اربعه وخمسه اتخلطوا مع بعض في اللي احنا بنسميه هنا الميكسينج تشامبر. ميكسينج تشامبر يعني ده ما هو الا زي حله بس كبيره شويه انت بتخلط فيها ايه ميه التغذيه اللي جايه من الكوندنسر مع الكوندنسيت اللي انت ايه الخلط ده هيحصل ازاي؟ يعني نقطة 4 لو اتخلط مع نقطة 5 الناتج بتاعهم اللي هو نقطة 6 هيبقى مكانه فين هنا؟ النص. النص ما بينهم صح؟ هو 4 لما تخلطها أنت ب 5 أكيد الناتج هيبقى نقطة النص. جاهزة؟ مش نقطة 3 غالبا تجيبها أعلى من 5. أنا هقول لك أهو المفروض بص إيه اللي بيحصل بقى؟ نقطة 8 دي درجة حرارتها إيه؟ عالية. عالية صح؟ وبعدين هتتكسر. جميل؟ نقطة 2 دي درجة حرارتها ايه؟ عالية قليلة، المفروض انها هتسخن باستخدام مين؟ خمس باستخدام 8 صح؟ فالمفروض درجة حرارة 2 تزيد ودرجة حرارة 8 تقل صح؟ مش كده؟ هو قال لك ايه بقى؟ انت اللي متحكم في نقطة 5 دي هتزيد بمقدار قد ايه؟ خلاص كده؟ فدرجة حرارة 5 دي درجة حرارة 5 دي أنت ممكن تحددها بشرط، يعني تقول أنا عايز درجة حرارة 5 تبقى كذا. لو تلاحظ 5 موجودة فين؟ في المنطقة دي. صح؟ فأنت عشان تعرف تخصص نقطة 5 دي محتاج حاجتين، درجة حرارة. أنت ممكن تحدد درجة الحرارة اللي أنت عايزها اللي هي عند 5. طب افرض أنت مثلا وأنت بتحل مسائل الراجل ما قالكش إيه ده درجة حرارتها كذا. ساعتها أنت هتفترض بقى فرض كده إيه كونسرفاتيف شوية، يعني هتفترض فرض إيه محافظ، يعني اللي هو إيه؟ في أسوأ الأحوال تمام؟ أسوأ الأحوال إن درجة حرارة 5 دي في 5 في أسوأ الأحوال تساوي تقريبا درجة حرارة مين؟ 3 ده في أسوأ الأحوال. إنما طبعا درجة حرارة 8 أكبر بكتير، فأنت تتوقع إن ممكن درجة حرارة 5 تقرب من 8 صح كده؟ ولا إيه؟ يعني في أحسن الأحوال إن 5 هتساوي 8 لكن في أسوأ الأحوال إن 5 هتساوي إيه؟ ثلاثة. فانت هتقول ان درجة حرارة 5 هي عبارة عن درجة حرارة 3. طب درجة حرارة 3 دي تقدر تجيبها منين؟ بص كده على الرسم. درجة حرارة ايه؟ اللي هي ممكن اجيبها من الجدول ازاي بقى؟ تقدر تجيب درجة حرارة 3 دي من الجدول؟ راح عند الضغط المتوسط بتاعها عند الضغط المتوسط اللي هشتغل عنده واروح عند في جدول الساتوريشن الضغط دي ساتوريشن بالظبط. دي 3 دي هي عباره عن دي ساتوريشن عند ايه؟ البي بتاع الريجنريشن. شفت بقى سهله ازاي؟ يبقى انت درجه حراره 5 دي يا اما هو هيديها لك كذا يقول لك والله انا عايز درجه حراره 5 اللي طالعه من الفلوس دي تبقى كذا. خلاص؟ فانت ايه هتروح داخل جدول ايه بقى؟ السب كول دلوقتي تدخل تجيب بقى الخصائص. طب ما قالكش خلاص درجه حراره 3 اللي هي تي سات بتقول ان 3 بتساوي 5 ده على اسوء ايه؟ خلاص كده؟ تعالوا نكمل. احنا رسمنا لحد ايه 6، المفروض 6 دي تسخن تبقى 7 عند 7 اهو. هي دي 7. طبعا لو تلاحظ هنا على الرسمه 5 اعلى من ايه؟ 3 من 3. طبعا لان الرسمه ده ايه؟ نوت تو سكيل، يعني ده مش رسمه تو سكيل ده كده كوكي. خلاص؟ طيب 7 حصل لها اكسبانشن ب 8 وبعدين ايه؟ ادي عامل سلك. طبعا ده كله هيتوصل ببعضه لان ده كله ايه؟ طيب
جميل. نفس الكلام بالظبط انت هتطبقه على الحاله الثانيه. ايه الفرق بين الحاله دي والحاله دي؟ بص انا عملت ايه هنا؟ اخدت الكوندنسيت ده، خدت الكوندنسيت ده وضغطته. ركز معايا، خدت الكوندنسيت اللي هنا ده ضغطته وطلعت الضغط ايه؟ البويلر. انا هنا في الحاله دي كلفت نفسي ثمن لمبه كمان زياده. لكن في حل من الحلول برضه ممكن نعمله، ان احنا بدل ما نطلع الكوندنسيت ده نزود ضغطه ونحطه بالضغط اللي رايح للبويلر، ممكن ناخده ونرجعه بالكوندنسر. شفت الحركه دي؟ بس بدل ما هتحط بامب عشان تعلي الضغط، هتحط صمام عشان يقلل الضغط. يقلل الضغط، نعمل العكس. الصمام ده احنا بنسميه ستيم دراج. خد على الستيم. لو تفتكر السنه اللي فاتت في شابتر 5 كان في عمليه كده كنا بنسميها السروتلينج. فاكر العمليه دي؟ الايه؟ السروتلينج. حد فاكر العمليه اللي اسمها السروتلينج دي؟ عملية السروتلينج دي اللي هو لما يبقى عندك سائل خلاص نخنقه، فايه اللي يحصل له؟ ضغطه يزيد، ضغطه يقل بس من غير ما انت تبذل عليه اي شغل ولا تاخد منه شغل ولا تنقل له حراره ولا تاخد منه حراره، يعني انتقال الحراره صفر والشغل كمان ايه؟ صفر. لما المساحه تكبر سرعته بتزيد. افترض ان السرعه كمان ثابته، افترض ان السرعه اللي داخله هي بتساوي السرعه اللي ايه اللي خارجه منه، فبالتالي في الاخر ايه المحصله لو انت طبقت كده في القانون الاول؟ القانون الاول اللي هو ايه؟ هو دلتا يو تساوي دلتا اتش ناقص الدفع. القانون ده داخل حاله الاوبن سيستم. فلو الكيو صفر والدبليو صفر دلتا اتش مالها حاجه؟ مش كده؟ يعني اتش واحد بتساوي اتش اثنين. مش كده؟ ده قبل السروتلينج وبعد السروتلينج يعني. يعني في الحاله دي انا ممكن اقول ان اتش 7 بتساوي اتش 8 صح؟ ولا لا؟ ركز معايا. يبقى اتش 7 بتساوي اتش 8. طب تعالى كده نطبق الكلام ده على الرسم. برضه عندنا هنا كام ضغط؟ هو مش معلش اصل انا مش فاهم هو عمل كده ليه بس. هو انا قلت لك عشان بدل ما يكلف نفسه تكلفه بامب كمان زياده. انت عايز بامب عشان تطلع الكوندنسيت ده لضغط مين؟ هو هنا هو بيسخن في الكلوز دوت في دوتر هيتنج ده بيتر صح؟ سخن. الستيم اللي انت واخدته من التربينه ده تسخن بيه ميه التخزين. خلاص سخن. طب الفاضل ده بقى هتعمل بيه ايه؟ عندك حل، ما انت لازم تدخله في الدوره، ما ينفعش تستبعده وترميه. فانت يا اما تطلعه قدام للبويلر يا اما ترجعه ورا مين؟ الكوندنسر. طب هطلعه قدامي ما هتصرف بامب، طب هترجعه ورا ده حته الصمام مش ده. هو انا عشان سماع مسروتلينج وعمل خانق مش المفروض ضغط يزيد؟ هو انت عارف السليم؟ لا ضغط، لا لما احنق المايه قصده على خرطوم المايه. قيس قبل وبعد، يعني انت بتقيس قبل السروتلينج وبعد السروتلينج. الضغط في قبل السروتلينج هيبقى عالي، بعد السروتلينج هو قصده عشان زي قصدي بيقلل المايه يعني. مش بخنق المايه يبقى المفروض بس اقعد. انت خانق ورا قدامها مش مخنوق، قدام مش مخنوق. انت دلوقتي عندك خانق ورا بقت عمال تتكلم. فين المايه يا عم؟ فين المايه؟ حلو. انت فاتح الحنفيه على الاخر، المايه مالها؟ نازله بالارتفاع حول جدا، تمام كده؟ كل الضغط اللي في المايه اتحول لايه؟ كينيتيك انرجي. طب افرض انت خنقت قفلت الصمام، ايه اللي بيحصل المايه؟ تنزل بالراحه، فانت كده قللت الضغط قبل وبعد. لو قست الضغط قبل الحنفيه، برضه عملت ايه؟ قل خالص. تعالى بقى نرسم كده نقطه واحد فين برضه نفس الموضوع. واحد اثنين ضغط عالي يعني. ضغط الضغط مين؟ البويلر. نفس الكلام برضه اهو. تمام. ثلاثة. تحت البويلر. انت المفروض سخنت اثنين لحد ما وصلت لدرجة حرارة ايه؟ ثلاثة. ثلاثة. وكنا قلنا ثلاثة ديت نقدر نعرف درجة حرارتها ازاي؟ تساوي سبعة. ايوه بالظبط. تساوي درجة حرارة ايه؟ سبعة. لو هو ما قالكش يعني ان درجة حرارة ثلاثة بياخد، فانت هنا ممكن تقول ان في ثلاثة في سائل عن اللي بتاع الريجنريشن اللي هي دي 7 تمام كده؟ طيب 4 نفس الكلام اهو سخنت لحد ما وصلت للسوبر هيت 5 و 6 اكسبانشن عادي 5 و 6 تمام كده؟ 7 بقى فين؟ شمال خمسة شمال خمسة خمسة اه يعني هنا صح صح
ساتوريت الليكويد عند مين؟ عند الضغط الريجنريشن. 8 بقى على خط سيادة الاتش. بص كده الرسمه دي، فاكر انت المره اللي فاتت لما قلت لك خد سيادة الاتش كانت مايله كده صح؟ فانت لما 7 دي الاتش بتاعتها بتساوي اتش في نفس الوقت ضغطها هيقل ودرجه حرارتها هتقل صح ولا لا؟ يبقى هتمشي ازاي؟ تمام، لحد ما تقع عند ضغط مين؟ كوندنسر. طب هي 7 دي جت منين اصلا؟ جت منين 7 دي؟ من 5. يعني اصلها ايه؟ 5 بتساوي بقت 7 صح؟ يبقى لازم توصل 5 ب 7 صح كده؟ 5 ماشيه كده. طب 8 دي راحت فين بقى؟ بص راحت في 6. دخلت في مين؟ في الكوندنسر. اختلط ب 6 و1 يبقى لازم 6 و8 و1 يبقوا على نفس ايه؟ الخط. بس يا عم السايكل بتاعك بس بقى اس بتاع 8 زد الايه؟ اللي هو الاس الاس زادت من 7 ل 8 لان لو تفتكروا الانتروبي كانت ايه اصلا؟ ايه تعريف الانتروبي؟ اللي هو العشوائيه اللي هو الايرفرسابيلتي، بتعبر عن الايرفرسابيلتي سواء الايرفرسابيلتي او انتقال الحراره. فانت عمليه الخنق دي انت بتعمل ايه؟ بتولد فريكشن جوه الجزيئات الميه، بتولد ايه؟ تربلنس. كل دي ايه؟ الريفرسابيلتي. فانت بتزود ايه؟ الايرفرسابيلتي في الفلو صح؟ وبالتالي لازم الاس تزيد زي ما انت شايف. ايه؟ مالها 7؟ ضغط ايه؟ السنة الجاية مادتين السنة دي ايه انا مش سامع؟ ضغط الضغط؟ ما ده ضغط الريجنريشن. ضغط الريجنريشن هو ضغط اللي هو البروستي ووتر هيتر اللي انت عايزه، ضغط الانترميديت يا سيدي ما تعرفش اي حاجة. طيب عندك بقى اي مشكلة انك ترسم المسائل دي؟ يعني انت لو جاتلك السكيماتيك دايجرام ده كده في الامتحان تعرف ترسمه؟ ان شاء الله لا هنعرف ان شاء الله. طيب بص معايا كده على المساله 13 في شيت، افتح شيت معايا كده بعد اذنك. معلش مش مهندس، وانت قلت الاس ازاي؟ منين؟ ايه اللي عرفني؟ قال لك في حاجه في الفلو، خانات الفلو. ايوه بس لازم تفهم، خلي بالك لازم تقرا المساله تفهم هو عايز ايه، تفهم شكل السايكل ليه. فاحنا هنقرا كده ونحاول نفهم مع بعض. ايه؟ مسألة 13 بتقول ايه؟ باور بلانت اوبريتس اون ريجينيريتيف فيبر باور سايكل. خلاص ريجينيريتيف فيبر باور سايكل هتتوقع ان هي هتبقى واحدة من التلاتة صح؟ مش كده؟ هو بيتكلم عن ريجينيريشن وذ وان كلوزد فيد ووتر هيتر. احنا كده فين؟ نوعين دول صح؟ مفيش اوفن بقى، هو قال لك واحد كلوز ده هو بس. ستيم انترز ذا فيرست تربلم ستيج ات 7 ميجا باسكال و 550 درجه مئويه. خلاص كده؟ يبقى ده الضغط الوتر ايه اللي داخله للتربينه اللي هي سواء دي او دي. تمام كده؟ وبعدين بيقول لك اند اكسباندز تو 700 كيلو باسكال. مش مشكله. 700 دي هتعمل لنا مشكله، فانت غيرها خليها 800. خلاص؟ كده على ال 700 خليها 800. بص كده مكمل بقى بيقول لك وير سام اوف ذا ستيم از اكستراكتد. يعني ايه بقى وير سام اوف ذا ستيم از اكستراكتد؟ هتفهم منها ايه؟ اللي انت خدتهم شويه دول على ضغط ايه بقى؟ اللي هو قاله لك ده صح؟ اللي هو 700 لو غيرها هيبقى 800 فيلد اند دايفرتد تو ا كلوزد فيد ووتر هيتر. وبعدين بيقول لك كوندنسيت. بص كده الحته دي كوندنسيت اكزيتنج ذا فيد ووتر هيتر بيتكلم على مين؟ على الكوندنسيت ده اللي هو سواء دي او دي صح؟ الساتيوريتد ليكويد قد 700 كيلو باسكال خلال 800 برضه ماشي باسس ثرو اتراب. قال لك باسس ثرو اتراب يعني بيقول لك الكوندنسيت اللي نازل ده هنمشيه على ايه؟ على تراب. يبقى انت في النوع الثاني ده مش النوع الاول. خلاص كده؟ انتو ذا كوندنسر. خلاص ماشي تعالى كده نعيد بقى من الاول. طالما عرفنا ان ده النوع تعالى نعيد كده ونكتب المعطيات بتاعتها. بيقول لك ان الستيم داخل التربينه المرحله الاولى عند 7 ميجا باسكال و550 درجه مئويه. 7 ميجا باسكال و550 درجه. تمام كده يا شباب؟ نمنع الصوت يا ريت، نمنع الكلام كده ونركز. نمنع الكلام بقى.
ماشي ان اكسبانس تو 800 كيلو باسكال خلاص اتفقنا 800 كيلو باسكال والسم اوف ذا ستيم از اكستراكتد اند ريفرتد تو ا كلوزد فيد ووتر هيتر بيتكلم على مين خمسه دي ضغطها ايه بقى مش مركزين معايا والسم اوف ذا ستيم از اكستراكتد اند ريفرتد تو ا كلوزد فيد ووتر هيتر حلو كوندنسيت اكزيتنج ذا فيد ووتر هيتر از ساتوريتد ليكويد عن 800 كيلو باسكال بيتكلم على مين كوندنسيت اللي هو يبقى دي كده عند ضغط ايه برضه نفس الكلام 800 كيلو باسكال بس هو ادالك معلومه قال لك ان هي ايه ساتوريتد ليكويد فما احنا عارفين ماشي بيقول لك ايه بقى باسز ثرو ا تراب انتو ذا كوندنسر بقى زي ما احنا كده تراب وبعدين داخل على الكوندنسر حلو ده فيد ووتر اكسس ذا هيتر ات 7 ميجا باسكال بص الحته دي بيقول لك ده فيد ووتر فيد ووتر يعني ايه مياه التغذيه طالعه من الكلوزد فيد ووتر هيتر بيتكلم على مين 3 اه بالظبط اللي هي ميه التغذيه طالعه من 3 خلاص عند ضغط 7 ميجا باسكال مش هو ضغط البويلر يعني ضغط البويلر 3 دي ضغطها 7 ميجا باسكال بس نجيب معلومه بقى وذ ا تمبرتشر اوف 175 في السؤال احنا نغيرها نخليها 180 خلاص يبقى دي درجه الحراره 3 فانت مش هتضطر تعمل بقى الحركه دي خلاص قال لك ان دي 3 على طول هنتفق انها 180 وانت تعرف ان الحاله الثانيه مش الاولى هو قال ان هو اهو كوندنسيت اصغر رقم كام اكزيتنج ده في موتور هيتر اسيستد ليكويد فاسس ثرو ا تراب انتو كوندنس عشان الكلمه التراب دخل الكوندنسر خلاص يبقى نوع ايه وبعدين مدي لك درجه حراره الفيد ووتر اللي طالع من الكلوز ل 3 ب 180 درجه زي الفل ذا كوندنسر بريشر از مديه لك 8 كيلو باسكال احنا هنخليه 7 ونص ماشي يبقى ضغط الكوندنسر ده 7 ونص كيلو باسكال ماشي يا شباب بيقول لك الباور بتاعه المحطه 100 ميجا لو احنا عندنا محطه شغاله بالسايكل دي كده هتطلع لي باور 100 ميجا الباور اللي هي كنا عاملينها اسمها ايه المره اللي فاتت دبليو دوت نت صح 100 ميجا باور دبليو دوت نت دي اللي هي كانت تبدا ستيم في ايه دبليو نت بتاع المحطه صح ماشي بس يا سيدي احسب لي بقى الثيرمال افشنسي عايز ايه الهيتا ثيرمال وعايز الامبلت ستيم خليها 100 كيلو 100 كيلو دي ماشي خليها اتشد يعني 100 كيلو 100 ميجا عادي طيب هو عايز بقى الثيرمال افشنسي والماس فلو ريت بتاع الستيم عشان طبعا تجيب الاثنين دول محتاج ايه محتاج ايه بقى محتاج تجيب الاتشات صح ومحتاج ايه كمان غير الاتشات مش انت سحبت كميه هنا اسمها واي مش كده كنا فاضل هنا واحد ناقص واي نفس الكلام هنا ادي واي اهي نزلت وكملت هنا دخلت هنا واي اهي صح؟ واللي ماشي من هنا ايه؟ واحد ناقص واي خلط مع الواي بقت هنا ايه؟ واحد دخلت هنا اهي واحد 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 وانت لازم تجيب الواي هتجيب ايه؟ تعالى بقى نجيب الاتشات كده نمسك نقطة 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 واحد دي نجيبها منين؟ الاتش بتاعتها نجيبها منين؟ خش طب ادخل كده جدول بقى ساتوريشن وهشوف هتدخل عند ضغط كام الاول عند ضغط الكوندنس اللي هو من الدهون اهو انا كاتبه 7 ونص هتدخل عند ضغط 7 ونص هنطلع التمبريتش الاتش طب كل حاجه اتش ايه بقى اسمها اتش ايه اتش واحد ساتوريشن ايوه اتش واحد اتش فلويد اه اتش اف ادخل بقى هات اتش اف كده على ضغط 7 ونص كام 168 75 حلو جدا اتش 2 جبتها منين القانون اللي هو بيقول ايه بقى اتش 1 اللي هو 168 75 الزائد ها سبيسيفيك فوليوم في الدلتا ايه في الدلتا بي سبيسيفيك فوليوم اتفقنا انها هتبقى 1 من 1000 والدلتا بي اللي هو ضغط مين ناقص ضغط مين اللي هو كام ناقص كام بقى سبعة تلاف بقى واحنا كلها هيبقى في كيلو صح؟ ناقص 7 ونص ادي يا عم شغل ايه؟ ادي ده شغل البامب اهو يبقى كده اتش 2 طلعت معايا 100 وكام؟ 175 تقريبا 175 74 طيب حلو جدا بعد كده هنجيب اتش 3 اتش 3 دي تجيبها منين بقى؟
دي ريجينريشن. وايه كمان؟ دي درجه حراره اللي هو مش عند السبعه. استنى بس الاول الثلاثه دي انت تعرف عنها ايه؟ مش هو دي درجه حراره ايه اللي هي 180 صح؟ بيقول لك ده مخرج البلوز والضغط ضغط البوينر ضغط البوينر. يبقى تدخل عند انت محتاج ايه عشان تجيب نقطه 3؟ طب بما ان ايه في السب بول محتاج معلومتين اللي هم درجه الحراره ضغطها ايه؟ بوينر. يبقى انت هتدخل جدول السب بول ده عند ضغط البويلر 180 وايه؟ ودرجه حراره 3 صح؟ 180 في بويلر ده كام؟ 7 7 ميجا باسكال. ودي 3 دي كام؟ 180. ادخل كده جدول السب بول شوف كده ايه اللي موجود عندك. اخر صفحه تلاقي اخر صفحه في الجدول هي صفحه كومبريسر. ايوه الكومبريسر بالظبط. ها ايه اللي موجود بقى عندك؟ سبعة ولا مفيش؟ في خمسة وعشرة وخمستاشر. هتلاقي في عندك بلوك كده مكتوب عليه خمسة بلوك جنبه مكتوب عليه عشرة عشرة صح؟ وخمستاشر. الحرارة هنا هتلاقي فيها 180 عادي صح؟ درجات الحرارة هنا فيها برضه 180 عادي صح؟ انت محتاج ايه؟ الاتش مش كده؟ طب ما تيجي نعمل انتربوليشن ما بين القيمتين دول ونجيبها عند سبعة ماشي صح. هنقول ان الاتش اللي احنا هنجيبها من خمسة دي اسمها اتش واحد، والاتش اللي هنجيبها من عشرة دي اسمها اتش اتنين، والاتش اللي انا عايزها اتش بس مش كده. واكتب القانون. القانون بيقول ايه؟ اتش ناقص اتش واحد على اتش اتنين ناقص اتش واحد يساوي ايه بقى؟ انت تعمل انتربوليشن ما بين الاتش ومين؟ اتش اتنين والبي. اه ايه مشكلة؟ البي. تعمل بقى انتربوليشن ما بين الاتش وايه؟ والبريشر. ايوه بالظبط والبريشر صح. ما انت اللي انت اصلا مش موجود في الجدول هو البريشر. يبقى برضه نفس الكلام بي ناقص بي واحد على بي اثنين ناقص بي واحد. عوض كده الاتش اللي انت ما تعرفهاش ناقص اتش واحد هتجيبها منين؟ 100 رقم. نفس الكلام رقم ناقص رقم. بي بقى كام؟ 7 بي واحد 7.5 بي اثنين باتنين عشرة. طبعا ما عندوش انتربريشن السنة اللي فاتت ولا ايه؟ لا ايوه انا حاسس خدناه بس ما عملناش انتربريشن. حاسس تقيل عليكم ليه كده؟ ما جبناش في الامتحان. ده جالنا في مقاطعة. ماشي مش داخلين الامتحان. المهم ان هو ده خدناه كده متوسط. لا متوسط ده لا ده مش يعني لا هو عشان كده هو اتشرح ستش مرة مش مرة مش مرة مرة واحدة بس مرة واحدة. بس ده هيقابل كتير يعني كويس. خلاص كده هو فكره الانتربريشن ايه يعني بسهوله. هو انت بتفترض ان العلاقه دي يعني انت عندك نقطه هنا بص كده ما بين ايه الاتش والبي صح كده. انت عندك نقطه هنا اللي هي عند اتش واحد وبي واحد وعندك نقطه ثانيه اللي هي ما بين اثنين واتش اثنين صح. اثنين دي اللي هي ال10 يعني وبي واحد اللي هي الخمسه. فانت عايز نقطه في النص ما بينهم اللي هي عند مين؟ بي 7 عند 7. فانت هتفترض يعني هتفترض ان العلاقه ما بينهم خط مستقيم. فلما هتطبق المعادله بتاعت الخط المستقيم هيطلع لك القانون ده. 766 ماشي حلو 700 وشويه. المهم انت في الاخر بعد ما تخلص الليله دي يطلع لك ايه في الاخر؟ الاتش 3 تمام كده؟ طلع معانا كام؟ تطلع 700 وكام؟ 66 وكام؟ 126 126 ماشي. طيب كده خلصنا من اتش 3. اتش 4 بقى منين اتش 4؟ ما عندي البي بويلر البي بويلر و 550 ادخل كده وهذا سوبر هيت ازاي ضغط كام؟ ضغط 7 كام بقى؟ ضغط 7 كام يا شباب؟ ده يخرج 555 كام؟ حدش الله؟ يا دي بتخش على ضغط البويلر اتش 5 بقى
شوف انت هيقف قدامك اتش 5 طالع لسه تقعد بقى تشتغل المشوارات دي صح؟ عشان تيجي طبعا انا هقول لك دلوقتي على الخمسه بس الاول تعالى نشوف كده اتش 5 دي هنجيبها منين؟ الاول هتعمل ايه؟ قبل لسه بتاع الشيك تشوفها جوه ولا بره صح؟ تعالى نعمل تشيك كده هنعمل ازاي؟ هنقلنا بالاس ساتوريشن 6.95 صح؟ ونقارن الاس 4 دي بالاس ساتوريشن عند ضغط مين؟ الريجنريشن اللي هو ضغط 5 يعني صح؟ ضغط مش كده؟ ادخل بقى هات لي اس جي عند ضغط الريجنريشن اللي هو الممثل الساتوريشن كام بقى؟ 7 لا اي سي دي 7 بالضبط كام؟ 6.6 تمام يبقى احنا في السوبر هيت نعمل ايه بقى؟ ارجع ايوه ندخل جدول السوبر هيت انت محتاج تدخل جدول السوبر هيت بكام خاصيه عشان تجيب الاتش بتاع ضغط درجه حراره خاصيتي معاك بقى درجه حراره انت معاك ضغط بس انت معاك ضغط نقطه السوبر هيت الاس اللي عندك ايوه بالظبط ومعاك الاس كمان الاس 4 دي هي اس 5 يبقى انت هتدخل جدول السوبر هيت الضغط اللي انت عارفه اللي هو كام اللي هو 800 كيلو باسكال اللي هو 8 صح؟ وتدور على مين بقى؟ على الاس بتاعك اللي هي عند 8 عند 8 مش 800 كيلو باسكال ليه ما 800 كيلو باسكال لو نقسمها على 1000 نقسمها على 1000 لان جدول الميجا باسكال ميجا 1000 كيلو تمام؟ فانت هتدخل بقى في الجدول ده بالمعلومه الثانيه اللي هي الاس اللي انت عايزها اللي هي كام؟ اللي هي اس 5 اللي هي 6.95 هتدخل مش هتلاقيها مش موجود اعمل ايه حضرتك بقى؟ هتشوف ال 6.95 دي وقعت ما بين مين ومين؟ وقعت ما بين الاس 6 علامه 8.1 ايوه هتلاقي فيها 6.81 وتحتيها 7 علامه 0.402 ايوه دي قصادها اتش اللي هي كام؟ 2.8 دي قصادها اتش اللي هي 2.95 انت محتاج دي بقى اللي مش موجوده في الجدول الصف ده مش موجود في الجدول تعمل ايه نفس الكلام التربليشن هتساوي لي اس 1 اس 2 ما حركتش المساله زي بقى تمام قلت لنا ما وقت ان انا عشان ما اعملش التربليشن لا ده قبل التعديل قبل التعديل ما كنتش هتلاقي 8.10 دي اصلا واخد بالك انت هتعمل دبل انتربوليشن تجيب البلوك الاول كله وبعد كده تخش جوه تعمل انتربوليشن تاني يعني هو يعني دي الاس جي اللي هي الاس ساتوريشن اللي عندك دي السوبر هيت هي ساتوريتد فيبر طيب ركز معايا كده عملنا هتعمل تشيك بالاكس اصلا انت بتنزل الاكس يعني هتطلع معاك الاكس اكبر من الواحد ماشي ماشي مفيش مشكله يا عم بس هي حاجه ما تعتبرش يعني ايه يعني هي مش صح قوي بس ماشي يعني شغاله شغاله هتديك برضه جريشن لا طبعا يعني انت الاس بتاعت الجي اكبر ولا الاس الاس جي اكبر طبعا والاس هي عباره عن ايه؟ دلتا كيو على دلتا ماشي امال احنا كل الحوارات دي فقال لك احنا هنعمل لك حل بسيط جدا الا وهو الخريطه الجميله دي بتاعه اتش اس دايجرام دي يا ريت تطلعها معايا كده يا ريت تطلعها معايا بعد اذنك ولو مش معاك افتحها على الموبايل برضو عادي الخريطه دي بقى هتلاقي فيها ايه؟ امنع الصوت وركز معايا ابعت لك خريطه الخريطه دي المحور الافقي بتاعها اسمه اس والمحور الراسي بتاعها اسمه اتش اتكلموا ليه عندك ايه يا عم ده والله هي اللي جت هتلاقي في الخريطه دي ايه بقى بص هتلاقي في خط تقيل اسود كده هتلاقي في خط تقيل اسود ده خط ايه؟ سوبر هيت اسمه خط الساتوريشن اللي هو كان بيظهر في تي اس الاجرام عادي
احنا هنبعدين هتلاقي تحتيه كده الحراره هتخش من على الصوت ونسخه هتلاقي تحتيه كده خطوط سودا برضو خفيفه شويه دي كده اسمها ايه خطوط الاكس هتلاقي اكس ب 9 من 10 والاكس ب 8 من 10 وهتلاقي اقل اكس فيهم هي اكس كام 7 من 10 ده يديك انديكيشن لايه يعرفك ايه يعرفك ان الخريطه دي انت ما تقدرش تستخدمها غير في المنطقه القريبه من السوبر ليج بس انما هتخش بقى في الحته اللي هي على الشمال دي مش هتلاقيها مش هتشوف حاجه اصلا خلاص كده وهتلاقي في خطوط الاحمر كده عامله كده اهو دي خطوط ايه؟ دي خطوط الضغط بالميجا باسكال ضغط بالميجا باسكال خلاص كده؟ وهتلاقي في خطوط كحلي كده معلش هيجي لك عمل الوان بس طالعه عامله كده اهو اللي عنده كلها سودا اصلا نعم اه هي كبيره في الحمام لو هتيجي هتيجي بقى ابيض واسود زي كده فانت لازم تبقى عارف ايه الميل بقى مش هتركز في اللون هتركز في الميل اللي مايله قوي دي مين؟ الضغط اللي مايله مش بتيجي عليها الارشادات بتاعتها اللي هو خط التيب كذا وخط ال يعني بتيجي عليها الارشادات بتاعتها اللي هو مثلا ايوه هجيب لك اكتب لك جنبها اهو كده عرفنا الخطوط بالظبط الزرقاء الكحلي دي درجه الحراره اه الكحلي دي بقى عشان درجه الحراره بالدرجه المئويه تمام كده يا شباب ركز معايا طب هتفيدك بايه بقى الخريطه دي بقى يا معلم بص كده اللي انت هتستفاده من الخريطه ده هو الجزء اللي هنا ده بس افرض انا مثلا عايز اوقع نقطه 7 دلوقتي اللي هي تعالى في المساله بتاعتنا اللي هي نقطه 4 اللي هي عند ضغط كام 7 ميجا باسكال و 550 هتعمل ايه؟ هتدور على خط الضغط اللي اسمه 7 ميجا باسكال اهو طبعا انت فوق هتلاقي فيه 10 وهتلاقي فيه 5 فانت هتدور على حاجه في النص هتلاقي قسمه منقطه في النص كده اللي هي 7 لقيته ولا ما لقيتوش؟ حلو جدا ده الخط بتاعك وعايز ايه كمان؟ درجه حراره 550 هتدور على الدي 550 هتلاقيها هنا كده اهي هتلاقي مثلا ايه بقى هنا اللي هو 550 النقطه بتاعتك هي فين بقى؟ تقاطع الاثنين مع بعض تقاطع الخط بتاع السبعه مع الخط بتاع 550 تمام كده فلو معاك الخريطه على ورقه تقدر توقع النقطه كده بالقلم الرصاص بعد ما وقعت النقطه تعمل ايه بقى حضرتك دلوقتي؟ هتروح ماشي كده ايه زي الباشا كده شمال تطلع قيمه الاتش على طول لو انت عملت الحركه دي دلوقتي على الخريطه المفروض الاتش بتاعتك تطلع ضغط ايه؟ 55 صح كده نفس الايه؟ القيمه اللي في الخريطه او ايه؟ طبعا انت في مشكله في الخريطه انها مش دقيقه يعني انت مش هتطلع لك اشخاص بالظبط هيطلع لك ايه؟ يعني ما تتعبش ايوه صح امنع الصوت بقى وركز معايا في الحته دي بص مزعجين جدا والله دلوقتي دي نقطه النقطه دي دي اربعه دي نقطه اربعه صح؟ طب افرض انا نزلت راسي، راسي يعني ايه؟ خد الاس لو انا نزلت راسي كده مش هو نفس الخط ده؟ طب انا عايز اجيب نقطه خمسه وسته دول اجيبهم منين؟ تعرف ايه عنهم اصلا؟ الضغطين الضغوط صح؟ فانت هتدور على خط الضغط اللي هو مثلا وليكن في الحته دي كده مثلا اهو قبل الساعه 10 اللي هو اسمه ايه؟ اسمه 800 كيلو باسكال اللي هو ايه؟ 8 من 10 يعني انا هدور على ضغط كده اسمه 8 من 10 ويقطع نفس الخط ده اهو دي كده اسمها نقطه ايه؟ خمسه دي نقطه خمسه تمشي شمال تجيب على طول ايه بقى؟ الاتش خمسه شفت من غير ما اسات ولا ما اساتش وتشيك وما تشيكش وهتطلع لك كمان اذا كانت بره ولا جوه على طول كده على الرسم 8 من 10 مش انت دلوقتي جبت نقطه 4 من شويه اللي انا نازل منها لو نزلت منها راسي تجيب مين؟ 5 و6 بس تجيبهم ازاي 5 و6 دول؟ عنده خطوط الضغط بتاعتهم خط الضغط ده اللي اسمه 7 ميجا باسكال وخط الضغط ده اللي اسمه 8 من 10 ميجا باسكال وخط الضغط ده اسمه ايه؟ 0 0 7 5 ميجا باسكال لو انت نزلت راسي كده وقطعت الخطوط دول اهو اللي هو وليكن الخط ده مثلا وفي خط ثاني مثلا وليكن هنا اهو اديك قطعت مرة اديك قطعت ايه؟ مرة كمان دي نقطة 5 ودي نقطة 6 تمشي كده شمال تجيب الاتش ايه؟ 5 تمشي برضه هنا نفس الموضوع اهو شمال تجيب الاتش ايه؟
على طول مباشرة من غير ما ايه؟ من غير ما تقعد تخش في تشيكات وبتاع. حلو؟ وفي نفس الوقت كمان ان لو النقطة طلعت جوه في الساتوريشن تقدر تجيب ايه كمان منها؟ الاكس على طول برضو من غير ما تقعد تعمل حسابات. وانا اصلا لو قعدت لو جبت كل النقط مع الخريطة في الدنيا الرسمة دي صح؟ انت طبعا مش هتقدر تجيب كل النقط. بقول لك هي المشكلة ان الاكس بتاعتك اخرها 7 من 10. فانت بالظبط فانت جاي المنطقة اللي هنا دي كلها انت مش شايفها. مش موجودة في الخريطة. لان طبعا انت لو تلاحظ الخريطة الخطوط بتاعتها داخلة ببعضيها كده ناحية الشمال. فلو حتى الناس اصلا يعني هي الخريطة موجودة كاملة مفيش مشكلة بس انت لو شفتها كاملة مش هتلاقي حاجة. يعني انت هتلاقي الدنيا لعبتها ببعضيها كده مش هتعرف تقرا. لو كبرت الخريطة في المنطقة دي برضه هتلاقي لعبتها مش هتعرف توصل لحاجة. فعارف دي مشكلة. فهم عملوها بس ان ايه منطقة الحاجة. خد بالك بس من حاجة مهمة. مش ملزم ان انت تستخدم الجدول والخريطة اللي احنا ايه؟ تنديهولك دول. طب ممكن تجيب جدول من مكان تاني خالص عادي جدا مش مشكله خلاص. بس لما تخلي بالك من حاجه انك طبعا في المسائل مش هينفع تستخدم الخريطه بس تستخدم ايه الخريطه والجدول عشان ايه المنطقه بتاعه السوبر هيت المنطقه بتاعه السيركيوليت الديكو دي مش موجوده في الخريطه. طب ممكن استخدم الجدول بس طبعا تقدر تستخدم الجدول بس عادي زي الاول بس يعني قصدي عشان تريح نفسك خلاص فانت خلي بالك لما تيجي تختار خريطه للجدول بتاعك تتاكد ان الريفرنس بوينت بتاعت الخريطه هي نفس الريفرنس بوينت بتاع الجدول. يعني انت لو قريت في الخريطه اللي معاك كده هتلاقي فيه المربع اللي تحت ده بص المربع اللي هي الفيجن مكتوب ايه بيقول لك انصار بي انتروبي دايجرام فور ستيم بيقول لك ان ليكويد ات زيرو درجه مئويه الساتوريشن بريشر الاس بتساوي 0 والاتش بتساوي 0 هو كده قال لك الريفرنس بوينت بتاعتي اللي هي كام 0 درجه مئويه خلاص ده الريفرنس بوينت بتاع الخريطه. ادخل بقى الجدول كده لو دخلت جدول الساتوريشن بص عند درجه حراره اول خانه درجه حراره 0 برضه الاتش اف ب 0 والاس اف ب 0 ده عشان بس تبقى ايه متاكد ان الخريطه والجدول متوافقين مع بعض ليهم نفس الريفرنس بوينت خلاص كده. انت عايز تلاقي نفسك يا عم تعمل اللي احنا بنقوله ده ده لا بس انا بقول لك عشان يعني لو انت ايه عايز بعد كده يعني ماشي خلاص كده. بس انت بعد ما تطلع الاتشات كلها اتش 5 واتش 6 معاك كل الاتشات تروح مطلع ايه بقى على طول اصلا ايه اللي كان مطلوب انت سيرفر دي انت محتاجها عشان تجيبها لازم تجيب ايه كيو ان ودبليو لازم تجيب شغل التكنينا شغل الباص كيو ان صح شغل التكنينا هنا بيساوي ايه اهو متشرفين 4 5 5 6 ها اتش 4 اتش 4 ناقص اتش 5 اتش 5 ها زائد الكتله الثانيه بقى اللي هي 1 ناقص واي في ايه 5 ناقص 1 ناقص واي بيت كان سامع شغل البامب بس كده فوق صح اللي هو في دلتا بي تمام كده. اتاكد بس ان الكتله اللي ماشيه في البامب هي الكتله كلها وهي فعلا الكتله كلها اللي هي واحد عشان ما تضربش بس خلاص. طب كيو ان 3 اتش 4 اتش 4 برضه. طب نقطه 8 دي اجيبها ازاي بقى يا باشمهندس؟ ها نعم نقطه 8 دي فين نقطه 8 نقطة 8 ما احنا قلنا اتش 7 اتش بتساوي اتش 8 خلاص مش محتاج تعمل حاجة. طيب يبقى انت هتوقف قدامك هنا في القوانين مين بس؟ الواي انت طلعت الاتشات كلها خلاص عشان تجيب الواي تعمل ايه؟ تعمل بالانس اهو على مين؟ على الفلوس في نقطة دي ركز في الحتة دي البالانس بيقول ايه؟ الواي في واي اتش 5 زائد اتش 2 ايوه اتش 2 1 يساوي 1 ناقص 1 اتش 2 زائد 1 اتش 2 زائد 1 اتش 7 اتش 7 1 ناقص 1 زائد 1 مش انت عندك هنا اتش 7 1 ناقص 1 داخله من هنا واي داخله من هنا طالع من هنا ايه 1 خلاص يبقى اتش 2 اهي دول كده اللي داخلين. طب اللي خارج 1 3 ها؟ من هنا انت معاك كل اللي
عشان تجيب بس مين؟ الورق. حلو جدا. تعود على طول. طب افرد. افرد انا قلت لك انا عايز كيلو جيبت. طبعا مش مطلوبة في المسألة بس افرد قال لك انا عايزها. تعمل ايه؟ كيلو جيبت هنا تجيبها منين؟ كوندنسر تعمل. لان كده الكوندنسر مش داخل ايه؟ مش داخل خط واحد ولا خط واحد. يعني انت ما ينفعش تقول والله ده انا حطيتش 6 ما حطيتش 1 لان في ام في مين في النص 8 فسيادتك كده هتضطر تعمل في بالانس حوالين مين الكوندنسر تعالى كده نعمل هيت بالانس حوالين الكوندنسر 1 ناقص اتش 6 مين اللي داخل اتش 6 اتش 6 ها واحد ناقص واي واحد دايما الكتب ماشي زائد واي 8 زائد واي 7 الاتش 8 ليه الاتش 7 يعني مش مشكله ها يساوي ايه اتش 1 اتش 1 فين بقى في بروجكت خد بالك الكوندنسر انت بتعمل لما تيجي تعمل هيت بالانس لازم تحط في الاعتبار كل الطاقات اللي موجوده عندك انت لما عملت هيت بالانس هنا كان كل الطاقات هي كتل، كتل داخلة وكتل خارجة، مفيش إيه؟ مفيش كيوهات لأنها معزولة. لا إنما هنا دي مش معزولة، ده في كيو طالعة، اللي هي مين بقى؟ اتش 1 زائد كيو ريجكت. اللي هي كيو ريجكت. صح كده؟ يبقى لازم الكيو ريجكت دي تتحط في مين؟ مع اتش 1 في الاعتبار. في البالانس، إيه؟ في البالانس. مع اتش 1 زائد خارجة. آه بالظبط، يبقى زائد بقى اتش 1 زائد مين؟ الكيو ريجكت. من هنا تطلع كيو ريجكت. عشان دي ممكن يعني ممكن دي. خلاص كده بس يا سيدي بعد ما طلع الاتشات والريوهات والبيهات والكلام ده خش بقى هنا ايه طلعت من هنا في ايه بس كده ايه ده دبليو تي بالمال هو انت حصل عندك اكسبانشن في المنطقه الاولى اللي هي ضغط المنطقه دي الكتله اللي عملت اكسبانشن اسمها ايه شوي بقى ده واقف اللي طلع مش دعوه اللي طلع قبل ما قبل الطلوع على الكتله كلها اسمها واحد وفرق الاتشات اللي حصل اسمه ايه؟ والله لا عيب مش اربعه ناس مش خمسه صح؟ طب المنطقه الثانيه دي الكتله اللي موجوده فيها ايه؟ ما في خلاص واي طلع يبقى الكتله اللي فاضله واحد ناقص واي والفرق مين؟ خمسه ناقص سته صح؟ بس كده طيب ممكن بقى يجي لك ممكن يجي لك طبعا انت خدت كده كل الطرق خدت الريهيت وخدت ريجنريشن بالاوبن وبالكلوزد على الطريقتين اللي هو تراب مع ايه او بامب طب هل ممكن يجي كذا فيد ووتر هيتر مع بعض؟ ممكن المحطات اصلا بره كده كلها مفيش واحد هو في كتير 7 8 خلاص؟ ممكن يجي ريجنريشن مع ريهيت الاثنين مع بعض صح ولا لا؟ زي مثلا مساله كده هديها لكم دلوقتي وتقريبا الدكتور قالها لكم في المحاضره الطويل بس عايز اسالكم سؤال كونسيدر سبين باور بلانت ذا اوبريتس قلنا على الصوت اسمع مترجم الراجل قصده ايه خلاص كونسيدر سبين باور بلانت ذا اوبريتس اون ان ايديال بص كده ان ايديال ريهيت ريجينيراتيف رانكن سايكل ريهيت وريجينيريشن ريهيت ريجينيراتيف رانكن سايكل وذ وان اوبن فيد ووتر هيتر and one closed feed water heater and one reheater يبقى في ايه في واحد open feed water heater في واحد closed feed water heater في واحد reheat خلاص كده خلاص خد بالك ممكن يبقى في اثنين reheat او يعني ممكن يبقى عندك مثلا خمس ست تربينات وما بين كل واحده والثانيه في reheat لا طبعا ما بيجيش بس انا بقول لك يعني بره في المحطات ممكن يبقى في حاجه زي خلاص ماشي احنا عايزين بقى نعرف لو انت لو انت عرفت الكومبوننتس خلاص عرفت ان في عندك اوبن وكلوز مين ورا مين وده شغال على ضغط ايه وده بياخد من انهي تربينه الكلام ده تعرفه منين من المساله بيقول لك ستيم انترز ذا تربين ات 15 ميجا باسكال و600 درجه مئويه بقى 9 15 ميجا باسكال و600 درجه مئويه و600 درجه مئويه حلو از كوندنس ان ذا كوندنسر ات ا بريشر اوف 10 كيلو باسكال 10 كيلو باسكال ضغط الكوندنسر بص كده some steam is extracted from the turbine at 4 ميجا باسكال في بعض الستيم انا هطلعه من التربينه عند 4 ميجا باسكال ركز بقى في الحته دي for the closed feed water heater 12 يبقى ضغط الكلوزد
اللي هو الفرع اللي انا نسيت ارسمه ده اللي هو فين؟ يطلع من عند 10 ايوه اه هيطلع من هنا كده بص ويرد كده ويروح كده ماشي يبقى ده ضغطه ايه 4 ميجا باسكال طب انا مش عرفني الفرع ده طالع من هنا مش عرفني الفرع ده طالع من هنا ليه ما طلعش من نص التربينه مثلا بص كده الحته دي يبقى some steam is extracted from the turbine at 4 ميجا باسكال for the closed feed water heater and the remaining steam is reheated at the same pressure ركز معايا يبقى الشويه اللي انا خلصت اللي انا طلعتهم من التربينه دول يروح يسخنوا هدخل شوية في الكلوز فيل ووتر هيتر والباقي منهم هيروحوا ايه؟ هيحصل لهم ريهيت عند نفس البريشر. نفس البريشر. فكده انا عرفت ان ايه؟ ان مخرج التربينة ده شوية منه رايحين للكلوز وشوية رايحين ايه؟ للريهيت يبقى الاثنين في نفس النقطة. يبقى البي 11 انا ما خدتش من مكان ده، انا خدت من نفس الايه؟ الضغط بتاع الايه؟ الريهيت. مكان ضغط الريهيت هو نفسه ضغط الكلوز. حلو؟ ماشي. ادى سيم بريشر 600 كيلو 600 درجه مئويه يبقى درجه حراره 11 برضه 600 درجه مئويه ده اكستراكتد ستيم از كومبليتلي كوندنسد ان ذا هيتر بيتكلم لسه على الكلوز فيد ووتر هيتر بيقول لك ان الستيم اللي احنا خدناه ده كومبليتلي كوندنسد ده معناه ايه؟ بيكسر كل ان درجه حراره 6 هي هيت ساتوريشن يعني احنا نقطه 6 دي على ايه؟ على خط الساتوريشن ماشي هدي برضه احنا عارفين and it's pumped to 15 جيجا باسكال تفهم ايه من الحته دي 7 اه بص بيقول لك هنا ان مفيش تراب بقى لا انا هاخد الكوندنسيت ده هضغط بمطر يبقى is pumped and then بيقول لك ايه the extracted steam is completely condensed in the heater and is pumped to 15 ميجا باسكال before it mixes with the feed water at the same pressure يبقى ايه ده النوع الاول اللي هو انا هاخد الكوندنسيت هضغطه واحط في ميكسنج تشامبر هنا مع الفيد ووتر ويدخل على الرويت خلاص كده يا شباب تعال نكمل ستيم فور ذا اوبن فيد ووتر هيتر بيتكلم بقى على ايه على الاوبن ستيم فور ذا اوبن فيد ووتر هيتر از اكستراكتد فروم ذا لو بريشر تيربين اكستراكتد فروم ذا لو بريشر تيربين انا اللي انا هسحبه للاوبن ده هاخده من اللو بريشر اللي هي الناحيه الثانيه مش ناحيه الايه الناحيه ايه الثانيه زي ما انا راسم كده at a pressure of نص ميجا باسكال ده ضغط ايه؟ اه الحته دي كده نص ميجا باسكال احسب بقى the fractions of steam extracted as well as the thermal efficiency ايه الفراكشنز اوف ستيم اللي اكستراكتد هنا؟ دخلت شويه للكلوزد هنسميهم واي مثلا فيتفضل ايه الريهيت؟ واحد ونص واي راحوا هما يحصل لهم الريهيت والواي دي دخلت هنا فالواي دي طلعت من هنا صح؟ واي برضه ولا ايه؟ ودخلت من هنا واي برضه طيب تعالوا نشوف كده الناحيه الثانيه هنا اللي انا هسحبه مثلا هسويه كده طب هو اصلا اللي داخل هنا اسمه ايه؟ بص واحد ناقص واي واحد ناقص واي واحد ناقص واي اهو يبقى دخل هنا واحد ناقص واي وبعدين همشي شويه اسحب كمان زد يبقى اللي ماشي هنا ايه؟ واحد ناقص واي ناقص زد الحته دي بقى بص كده الزد ماشي هنا والواحد ناقص واي ناقص زد ماشي هنا يدخلوا هنا واحد ناقص واي ناقص زد يدخلوا يتجمعوا مع مين؟ مع الزد يطلعوا من الناحيه الثانيه ايه؟ واحد ناقص واي واحد ناقص واي تدخل هنا واحد ناقص واي برضه تطلع واي تتجمع مع مين؟ تطلع واي تطلع هنا ايه؟ هنا بنلعب السلم المتكلم تعالى بقى نرسم تي اس يعني لو جاب لك المسألة دي كده في الترم وقال لك ارسمها تعرف ترسمها ولا ما تعرفش؟ طيب مبدئيا احنا عندنا كام ضغط؟ عندنا كام ضغط؟ عندنا ال 10 كيلو باسكال اللي هو أقل ضغط وعندك النص ميجا باسكال اللي هو ضغط الأوبن أهو 15 وبعدين عندك ال 4 ميجا باسكال اللي هو ضغط الريهيت وبعدين 15 وبعدين عندنا 15 ميجا باسكال اللي هو اعلى ضغط في الدوره اللي هو بتاع الكويل تعالى نوقع نقط كده ونشوف نمسك نقطه نقطه واحد دي فين؟ حط الساتوريشن عند ضغط الكوندنسر ادي واحد اثنين فين؟ اثنين اتضغط على هنا طلعت فين بقى؟ ضغط النص اللي هو الضغط الثاني صح؟ صح كده؟
ثلاثة فين؟ ساتوريشن عند ضغط مين؟ أربعة فين؟ أربعة فين؟ بعد الضغط عند ضغط الكروس بفيد ووتر هيت ركز ايوه كروس بفيد ووتر هيت ايوه كروس ضغط البويلر ضغط الكروس ضغط الكروس اللي هو بره الماسوره تمام هو نازل منين من هنا اهو ماشي معدي من الماسوره من تحت وبعدين نازل ده ضغط مين اللي هو الاربعه ده انما انا هو النقطه الاربعه دي دخلت جوه المسير وطلعت على البويلر على طول يبقى ضغط البويلر ضغط البويلر انا هطلع من ثلاثة على ضغط البويلر عادي ده كده ماشي خمسة ايه اللي حصل لها سخنت شويه جاب لك سيره عن درجه حرارتها يبقى تفترض ان هو درجه حرارتها ايه البويلر الستة دي فين في ال ساتوريشن في ضغط بس شويه كده هقول لك ليه اهو ضغط الكروز دي أربعة وستة دي فين بقى عند ضغط الايه الكروز صح دي ستة وانت ما جبناش السيره عن درجه حراره 5 افترض ان 5 فين بتساوي 6 درجه حراره 6 هو احنا وشمس بندرس بنرسم كروكي كده برده صح كروكي طبعا لو ما جتش عليها بالظبط خلاص انت برده ممكن ترسم وتلاقي نفسك في ناس في الكويز لقيتهم عاملين حاجه غريبه جدا اللي هو رسم الرسمه وبعدين لما في خط الاكسبانشن لقى نفسه بعيد خالص عن الساتوريشن راح عامل لي الخط كده اهو عامله مايل كده وبعدين كاتب لي ايه ده المفروض يبقى عادي انا عملتها بس مش كتبت تمام ماشي عادي مش مشكله انا عادي يعني مش معدي الكوز الدكتور رامي ده ولا الدكتور اللي هو دوره الريد انا الدكتور رامي كان كاتب في الباور بوينت ايرور السؤال ما رضيش يقوله قال لما قريت عرفت هسيب الرانك رسالة رحت جاي راسم حرام عليك انت ناس بتيجي رسمه السيمبل ده انا اصلا كاتب راس السؤال فوق السيمبل يعني كتبت راس السؤال والرسمه ما انت مش عارف هتحاسب كلها من صفر انت ما بصيتش في ورقه اي حد جنبك لقيته عامل ايه انا بصيت في جنبك كان عامل ازاي انا بس جنبي مش عارف انا بصيت في الباور بوينت اللي معايا على الموبايل انا كمل عشان مفيش وقت جبت الدوره يبقى انت ايه 5 درجه حرارتها نفس ايه يعني انا قريت السؤال غلط وجبت غلط املع الصوت وركز 5 بس ركز معايا اسمع بس وبعد ما نخلص هنتكلم راحتنا عشان بس مفيش غير 10 دقايق بس يبقى ايه 6 درجه حرارتها هي ايه 5 5 حلو 5 دي كان اصلها مين الاول 5 اصلها 4 4 سخنه تقريبا طيب 6 دي اتضغطت ل 7 صح يبقى تطلع منين عند البويلر 7 سبعة اتخلطت بمين؟ بخمسة فين تمانية؟ ايه دول خمسة ايه تمانية؟ ايه تمانية؟ ايه؟ ايوه صح هو خمسة حيبه تمانية؟ اه معلش انت فين؟ انت فين بس دلوقتي؟ انت فين في النقطة كلها؟ وسبعة اتخلطوا؟ الكتلة دي الكتلة تمانية، تمانية دي فين؟ بينهم بقى ايه في النص كده دي تمانية يا معلم وتمانية دي هي اللي هتسخن تبقى مين؟ مش معنى تسعة ليه انزل بقى وانزل بقى تسعة بقى يحصل لها اكسبانشن الاول لضغط مين اشمعنى ايه ما انت لما تيجي تخلط مثلا عندك شويه ميه درجه حرارتهم 10 ودرجه وشويه ميه تانيين درجه حرارتهم مثلا 30 دي تخلطهم مع بعض 25 المفروض في النص طبيعي خلاص فهم كلهم عند نفس الضغط يبقى مين اللي هيبقى في النص درجه حرارته ماشي خلاص يبقى 8 سخنت بقت 9 حلو 9 حصل لها اكسبانشن ل 10 عند ضغط مين؟ ها؟ عند ضغط الريهيت اهو 9 نزلت بقت ايه؟ 10 10 دي ايه اللي حصل لها بقى؟ الريهيت بقى صح يبقى اهو هتطلع اهي بنفس درجة الحرارة ادي 10 شفت الحركات دي؟ وبعدين يحصل اكسبانشن تاني من 11 لايه؟ وانا حطيت دي 10 برضه؟ ينزل بقى تحت 11 لمين بقى؟ 12 اهو تنزل على طول كده ايه دي عامل 12 وهي دي 13 والله واحد بقى 12 طبعا 12 هتروح مع 2 تسخنها يبقوا 3 يبقى 12 هتبقى ايه مرتبطه ب 3 13 هتروح تسخن مين واحد هتروح بالظبط تبرد في الكوندنسر تروح لواحد ونقطة بقى ايه مش بس معلش يا باشمهندس انت قلت ليه ما خدش نقطة بقى اللي هي النقطة
الخط اللي هو نزل على كروز في دوتر هيتر دي مش خدوا التربينه نفسها ولا هي هي عادي هو في نص بس هو يعني النص هنا من عند هو عشان هو قال لك بص قال لك في المساله ايه بيقول لك سم ستيم از اكستراكتد فروم ذا تيربين ات 4 ميجا باسكال يعني احنا هنختار ان دي اختار دي عامل الاثنين دول التربينه خلاص وانت خدت منهم اكستراكشن كده على 4 ميجا باسكال قال لك سم اوف ذا ستيم از اكستراكتد تو ذا كلوز في دوتر هيتر عشان الريمينينج از ايه از الهيت ده الباسيفيك يعني معنى كده ان نفس الضغط الهيت هو نفسه ضغط مين الكلوز دي يعني هم الاثنين طالعين من نفس المخرج بتاع الهيت هم الاثنين ليهم نفس الضغط مش المفروض 10 توصل ل 6 يا باشمهندس المفروض ايه 10 توصل ل 6 طبعا 10 برضه هم 10 نزلت تسخنت لا سخنت 4 ووصلت تاني وصلت 6 عطيس وصل يا عم يلا وصل 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 يا باشمهندس طارق ما يهمكش طبعا انت هتيجي بقى تطلع الشات بنفس الطريقه بتاعتنا اللي هو دي هتبقى اف وده اللي مش عارف ايه خلاص كده هتطلع الشات كلها يا عيال هتطلع ايه الشات كلها هيقف معاك مين بقى ركز ركز هيقف معاك مين ضياء كنت يبقى لازم تعمل ايه؟ بالانس عشان كده نعمل بالانس المفروض تعمل ثلاثه خلي بالك هتعمل على الاوبن وهتعمل على الكلوز وهتعمل على طب انا هعمل بالانس على الاوبن لا نبدا على الكلوز هتعمل على الكلوز عشان تطلع الواي وهتعمل على الاوبن عشان تطلع طب ليه هعمل على الميكس عشان تطلع اتش بقى ايوه بالظبط عشان تطلع اتش 8 لان اتش 8 دي ميكس انت ما تعرفش ايه مالهاش خصائص ايوه قصدي مالهاش ايه خلاص تعال نعمل كده واحده تعال نعمل على الكلوز الاول تعال نعمل على الكلوز اعمل كده معايا البالانس يلا بسرعه مين اللي داخل ها ايه واحد نص واحد اتش كام؟ يساوي في اتش 6 زائد واحد نص واي في اتش 5 عظيم جدا من هنا انت تطلع على طول مين؟ الواي تعال نعمل بقى على الاوبن يلا اتش 12 اتش 12 زائد واحد نص واي زائد اتش 2 يساوي واحد نص واي اتش 3 من هنا طلع مين؟ زائد ما انت معاك الواي بقى خلاص تعالى نعمل على الاكس ها؟ واحد نص واي اتش 5 زائد واي في اتش 7 يساوي اتش 8 على طول من هنا انت معاك طبعا الواي ومعاك الاتشات تطلع مين؟ الاتش 8 اتش 4 دي الوحيده اللي انا اقدر اعملها اللي هي اتش 3 زائد 0.001 في البريشر في فرق البريشر مش كده؟ من 1 ل 2 ومن 3 ل 4 ومن 6 ل 7 بس خد بالك بقى لا لازم يبقوا على خط تروبي واحد اي بمب اي بمب ما بين الاخر والتعب والتعب بص كده بقى عشان الحته دي فيها ايه؟ فيها دكه كده طب احنا عايزين نطلع ايه؟ ما 5 رخره مش معايا لان ما ادانيش ليها درجه حراره برضه احنا قلنا هنفترض ان درجه حرارتها هي ايه؟ ست مش لو ما انتهلكش خلاص ده المخرج الايه اللي هو عايزين بقى نطلع يا سيدي الدبليو تربن الدبليو بام واحد واثنين ثلاثه طبعا في الاخر الدبليو ميد طبعا انت عندك برضه التربنتين دبليو تربن واحد ودبليو تربن اثنين وبعدين تقول ايه كيو وبعدين تيتا سبعه تعال بقى نطلع واحده كده شغل التربينه الاولى اتش كام ناقص اتش كام في انهي كتله؟ اتش 9 ناقص اتش 10 على طول اتش 9 ناقص اتش 10 ومفيش ايه فوق كلها كتله كامله هتسيبها زي ما هي طب ده بيدل الاثنين هنا بقى عندك الاكسبانشن على جزئين بص الجزء ده في انهي كتله؟ واحد ناقص واي الجزء الثاني اهو يبقى هتقول الجزء الاول اللي هو واحد ناقص واي مضروب في اتش كام؟ اتش 10 ناقص اتش 12 زائد واحد ناقص واي ناقص زد مضروبه في ايه؟ اتش 12 ناقص اتش 13 حلو كده؟ دبليو بامب واحد اللي هي دي مثلا خلي دي واحد اثنين ثلاثه دبليو بامب واحد اتش 2.001 مضروب في انهي بقى فرق ضغط؟ اتش 2.001
في كام ناقص في كام؟ قول الرقم على طول. نص ناقص 10. الكتله اللي ماشيه في البامب دي كام؟ واحد ناقص واحد ناقص زيرو. يبقى لازم تضرب في واحد ناقص واحد ناقص زيرو. الحته دي بقى خلي بالك منها. طبعا مش هتفرق كتير بس يعني برضه بس لو بلاك اثنين ها هو بامب واحد ماشي فيه نفس الموضوع 001 كام ناقص كام على طول ها كام ناقص كام؟ 1 ناقص 4 يعني 4500 برضه بنغلط نفس الغلطه بس خد بالك الماسوره دي رايحه فين؟ كويس الاربعه دي اللي ماشيه حوالين الماسوره من بره خد بالك الغلطه دي هتوقعك جامد في الامتحان ماشي يبقى تضرب في كام ناقص كام على طول؟ 15000 ناقص ها 500 الكتله اللي ماشيه فيها 1 ناقص 1 ناقص ده بيبقى 3 يلا